هدفنا من خلال هذا العمل المشترك هو كيف ممكن نسهل كل العمليات اللي يحتاجها هاد الطلبة الجدد، سواء باش يكون عندهم رصيد سي سي بي، سواء باش يدفعوا كل الرسوم ولا المشتركات الخاصة بتسجيلهم في الجامعات. وهذا في نفس الوقت بالنسبة لنا فرصة أنه كذلك نبرهن كيف ممكن الرقمنة تحسن الفعالية وتسهل كذلك الحياة للمواطنين، وبالخصوص هذه الطبقة من المواطنين اللي هم الطلاب الجدد اللي قادمين على مرحلة جديدة في مشوارهم التعليمي. إن هذه الشراكة ستؤسس بكل تأكيد لدخول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عهدا جديدا ستكون له تداعيات إيجابية على تغيير نمط السلوك لدى أساتذتنا وباحثينا وطلبتنا وموظفينا، وإلى تغيير العادات والاتجاهات.